يسمع ويجيب. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن سليمان بن داود عليه السلام خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي، فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فقال سليمان عليه السلام لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم.